من قبل المدافع أنطونيو فالنسيا بعيدة تماما. إمريشان هل خرجها؟ نعم خرجها للتماس لأنخيل دي ماريا. لمسة يد يقول الحكم إذا لمسة يد فهي بطاقة. مش عارف إذا قال لمسة يد أم 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 أم, أم خرج التماس. هنا شوف الإعادة. لا يا دي ماريا لن تخرج الكرة. من المفروض بطاقة صفراء.